النهارده هكلمكم عن ازاي تحافظوا على الحله النيوكلاين. احنا خلاص اتكلمنا عن مميزاتها وقلنا كتير في فيديوهات كتير ان الكوتينج اللي هو اهم حاجه في الحله اللي ما بتلزقش، ان ازاي هي نيوكلاين ماده التيتانيوم اللي استخدمها من اكبر شركه ويتفورد في العالم، استخدمت تقنيه رهيبه. كل ده خلاص عرفناه، بس عشان الكوتينج ده مهم قوي ولازم احافظ عليه، في اربع حاجات بسيطين جدا سهله جدا تخلي الحله تعيش معاكي سنين وسنين، ضروري ان احنا بجد كلنا نخلي بالنا الموضوع ده. هي الحله اصلا مديانه ضمان 5 سنين بس ضد عيوب الصناعه، صناعتهم هم مش ضد استخدامنا احنا. طيب اول حاجه، لما بشتري الحله خالص، لما بجيبها بطلعها من الكرتونه اكيد هغسلها بميه وصابون مكان التراب او كده. اول خطوه اهم خطوه، تخيلوا حاجه بسيطه هتخلي الحله تعيش معانا كتير، ان انا بقوم جايبه الحله ودهناها، حاطه معلقه زيت كده، ثانيه اهو، معلقه صغيره، ومناديل مطبخ او اي فرشه، اقوم بكل الانحاء بتاعت الحله اقوم مغلفاها بالزيت بس كده. تخيلوا الموضوع بسيط قد ايه. انا شخصيا بقى الحله بتاعت نيو كلاين كل مره قبل ما استخدمها بعمل كده، مش هخسر حاجه، بتحافظ جدا على طبقه اللمعان وبتحافظ على الطبقه اللي قلت لكم عليها. طيب تاني حاجه، لما اجي اغسلها، هي ممكن تخش الديش ووشر مفيش مشكله، ممكن تخش غساله الاطباق، بس اراعي بقى ما اغسلهاش بالسلك، يعني سلك المواعين بقى، واقعد بقى ايه ان انا عايزه انضفها. هي اصلا من مميزاتها انها سهله التنظيف، شويه ميه سخنه وصابون وهتزحلق كل حاجه من عليها. كمان بلاش المعالق الستانلس ستيل، خلينا في المعالق السيليكون او المعالق الخشب. اخر حاجه بقى، لا اخر حاجتين، لما اجي بعد ما اغسلها احاول ان انا انشفها من اي ميه. وعلى فكره يا جماعه دي تسري على الكوبايات، على المعالق، على اي حلل عندك، لان بجد البكتيريا بتتجمع عن طريق الميه. دايما حافظوا ان حاجاتكم تتشال وهي ناشفه. كمان لما اجي ارص الحلل، على قد ما تقدري ترصيها بالعرض زي ما انا رصاها كده، بلاش فوق بعضها، لان ده وارد وانت بتشديها تتكحت تتجرح في حرام، احنا عايزين نحافظ على حاجتنا. اخر معلومه واهم معلومه، بليز بلاش نحفظ الاكل المطبوخ في الحله في التلاجة. هنعمل كده ليه؟ اولا بصوا، الحله هتاخد مكان اصلا كبير في التلاجة، ده بعيدا عن اي حاجه. تاني حاجه في سلامه الغذاء، انه اصلا الاكل بيتفاعل مع المعادن احنا ما بنشوفهاش بالعين المجرده، كلمتكم عنها قبل كده في الالومنيوم، ان هو بيتفاعل مع الحاجات الحامضيه، الصلصات والسبانخ والكلام ده. تخيلوا بقى نبقى بناكل حاجه فيها عنصر الالومنيوم. طيب ماده التيتانيوم دي، وارد ان الطبقه اللي انا بتكلم عليها الحلوه دي هتتفاعل مع الاحماض. طب وليه؟ هو اصلا الحله مش متصنعه، سواء هي نيو كلاين او غيرها، الحلل مش متصنعه يا جماعه ان انا احفظ فيها الاكل، متصنعه بس للطبخ. طيب بحفظ الاكل في ايه؟ يا في علب بلاستيك، يا علب ازاز لو انا ما عنديش ده او ده، حتى افضي في اطباق تبرد وبعدين احطها في اكياس ثلاجه. واتكلمنا قبل كده ان اكياس الثلاجه ليها مواصفات، العلب البلاستيك اقل، يعني اولها سريع لازم يكتب عليها رقم 5. حاجات بسيطه جدا هتحافظ على صحتنا وتحافظ على ادوات مطابخنا، بس نخلي بالنا من الحاجات دي، صدقوني الحلل هتعيش معاكم سنين وسنين. شكرا ليكم.